السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم غادي يكون استثنائي من بعد الأجوبة ديال الوزير السيد سعيد أمزازي مجلس النواب اللي غير دابا أعلن على موعد اجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني للبكالوريا دورة يوليوز 2020. إذا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وضح لنا غير دابا في مجلس النواب الجلسة الأسبوعية على موعد اجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني. بقوا معايا باش نعرفوا فوقاش غادي ندوزوا الامتحان الوطني. إذا سيتم تنظيم امتحانات البكالوريا وفق الجدولة التالية. بالنسبة للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا الدورة العادية دورة يوليوز 2020، الدورة العادية وفق قطبين، دونك الامتحان غادي يدوز وفق قطبين، ماشي كلشي غادي يدوز في نفس الوقت. تابعوا معايا. يومي 3 و 4 يوليوز قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. الناس ديال الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل غادي يدوزوا نهار 3 و 4 يوليوز، 3 4 شهر 7. من 6 إلى 8 يوليوز القطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية. اسمعوا معايا مزيان، من 6 حتى 8 يوليوز غادي يدوزوا الناس ديال العلوم، دونك القطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية. هل هذه كنتو كدوزو الناس ديال الاداب والناس ديال العلوم الامتحان في نفس النهار وفي نفس التوقيت؟ اليوم الا هذا العام نو، هذا العام الناس ديال الاداب والعلوم الانسانيه والتعليم الاصيل غادي يدوزوا 3 و4 يوليوز، والناس ديال العلوم والبكالوريا المهنيه غادي يدوزوا 6 الى 8 يوليوز. مفهوم؟ بقى واحد الحاجه يجب الاشاره اليها، هي أنه التلاميذ سيمتحنون فقط في الدروس التي تم إنجازها حضوريا أي قبل بداية الحجر الصحي. وفي هذا الصدد سيتم إصدار إطار مرجعي ينظم ويحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون. سمعوا مزيان، إذا الوزير كيأكد بأنه الدروس اللي داخلين في الامتحان فقط الدروس اللي تم الإنجاز ديالهم في القسم حضوريا، يعني قبل بداية الحجر الصحي. وفي هذا الصدد قال بأن الوزارة غادي تخرج واحد الإطار مرجعي كينظم وكيحدد من الدروس اللي غادي تمتحنوا فيها المترشحون. يخرجوا واحد الإطار مرجعي فيه الدروس اللي داخلين في الامتحان. إذا مصدر هذه المعلومات هو السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، استناوا الفيديوهات القادمة لأنه فيهم معلومات مهمة جدا. تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، تشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.